فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز التقاط الإبل والخيل التي يغلب على الظن بأنه ليس لها مالك؟ ما له شيء، ما له مالك، خيل ما له مالك وإبل ما له مالك، هذه من أنفس الأموال. نعم. الغالب أنه يكون عليها علامة، الوسم اللي يسمونه الوسم، يعرف الوسم هذا لمن. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.